الرضاعة شيء كتير مهم، يعني هيدا مثل عن جد نعمل لازم الواحد يستفيد منها. الرضاعة بتخلينا نحرق زيادة 500 وحدة حرارية، فنحن إذا عم نرضع ونحن على نظام غذائي، هلأ أكثر من فوت بالتفاصيل إنه كيف لازم ناكل، بس بتخلينا نحرق 500 وحدة حرارية، سو لازم نضعف وننقص من هالوزن اللي نحن زدناه. بس وين الاعتقادات؟ إنه يمكن بالأول كانوا يقولوا إنه إذا المرأة عم ترجع بدها تاكل كأنه لشخصين، أو بصيروا بجيبوا لي كاسة المغلاة مزينة مع الشوكولا للضيافة. أكيد البروتينات كتير مهم، من اللحمة، سمك، دجاج، الحبوب. هلأ السمك كمان ما لازم نكتر منه كتير، لأنه الميركوري أو الزئبق بقلبه، يعني في أنواع سمك فينا ناخدها، مثل حسبي الشريمبس أو القريديس. لازم تاخد النشويات أكيدة، الزيوت الغير مشبعة، أهم شيء ناخد السوائل، يعني السوائل خاصة الحليب يلي فيه كالسيوم، اللبنة، اللبن، كل هالأمور. ومنا نركز أنه المعادن والفيتامينات بدها تمرقون من الفواكه والخضرة. أوكي؟ يمكن الحكيم يعطيها سبليمنتس زيادة إذا هي بحاجة، خاصة الحديد، الفيتامين بي 12، الكالسيوم، فيتامين دي. نحن أكيد منشجع يشربوا سوائل 6 ل 12 كباية.